بسم الله الرحمن الرحيم، ومعانا كلب جولدن هنا. ايه ده؟ تعال هنا. طبعا النور مش واضح او التصوير مش واضح، معلش، بس مش دوت المهم، مش الكلبة هي اللي مهمة، اللي احنا عايزين نصوروه الكلاب اللي هي جايباهم، جايبة جراوة سودا يا شباب. بصوا اقعدي، بس بالراحة. زين شايفين جراوي سودا، كلبة جولدن والدة جراوي سودا، زين شايفين، وعيالها. بصوا بسم الله ما شاء الله. وبصوا الصراحة الكلبة ديت محدش يعرف من يعني ايه، هي متجوزة من ايه، ولا نوع الكلاب دي او نوع الجراوي دي ايه، بس انا شاكك ان هما كلاب جيرمان. تمام. طبعا صاحبها شاريها على اساس ان هي مش حامل، بس جه قال لي الكلبة ولدت عندي، زي ما انتم شايفين. جه قال لي الكلبة ولدت عندي. بسم الله ما شاء الله، انا 10 جراوي او 11 جرو مش فاكر. ده وشهم الكلاب، وشهم بيقول ان هو جولدن، يعني من صغرهم كده باين عليهم خلاص ان هم جولدن، زي ما انتم شايفين. ده كده باين ان هو جولدن خالص، والام جولدن، الام جولدن يعني ايه، باينه خالص ان هي جولدن. تمام. اهي الجراوي، اهي الجراوي، تمام، اهي الجراوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي الكلاب، دي الكلاب اهي كلها كلاب كلها سودا. ودي الام. تعال تعال. اهي الام صفرة او لون يعني شوكليت خالص، وده وجايبه كلاب سودا، فالموضوع ده غريب جدا يا شباب، زي ما انتم شايفين. طبعا احنا نسيب كلب منهم مثلا، او يعني نسيبهم كلهم على بال ما يكبروا، نشوف الكلاب دي نوعها ايه. لو جولدن بلاك، يعني في ريتريفر بلاك عادي، يعني ممكن تكون الكلب برضو متجوزه من جولدن، محدش يعرف، ممكن تكون متجوزه من كلب جيرمان، ممكن تكون من كلب بلدي هي بقى وحظها. فدول برضو ممكن يبقوا ريتريفر بلاك، برضو بتبقى ساعات بتيجي كده غلطه، بيجي كلب اسود ساعات وبيبقى ريتريفر بلاك عادي جدا، بس ما بيجيش كله كده، فموضوع ان هو يجي كله كده ده غريب جدا. ف زي ما انتم شايفين كده كلاب اهي، ودي الام، الام ايات بن جراوي، فالموضوع ده غريب. فاحنا هنسيب الجرو دوت، نشوف الجرو ده ايه لما يكبر. ارضع يلا. ان شاء الله الجراو ديت يعني باينه خالص صحتهم حلوه، يعني ان شاء الله كلهم هيعيشوا، باين خالص ان دول اللي هيعيشوا. في حاجه ماتت؟ اثنين. يعني هي كانت جايبه 11 ولا 12؟ 11. جايبه 11 جرو، في اثنين ماتوا، بس دول يعني اللي صحتهم حلوه بسم الله ما شاء الله. بص كده،